هلو، جود مورنينج تيتشر. دخلت غرفة سكرت على نفسي بس عشان أبي أقول لكم الموضوع. الليل كل قاعد يقول لي يلا دكتور تكلمني عنه. أول شيء أبي أتكلم عن شيء إحنا دائما نسويه في حياتنا بشكل شبه يومي أو عادي يصادف يعني وايد، اللي هو إذا حسينا بامتلاء المثانة ما نروح تكرمون الحمام بسرعة. سبب والله يسوي التهابات حادة بالبول بالمسالك البولية. أول شيء بقوله أن هو لا حياء في العلم. ثاني شغلة، شنو هو البول؟ البول هو عبارة عن سائل، السائل هذا يكون فيه فضلات الجسم، سموم، بكتيريا، دم، هرمونات، أملاح، معادن. بعض الأشياء تمتص عن طريق محفظة بومن، الأشياء المفيدة للأملاح المعادن. أما الأشياء الزايدة اللي تضر الجسم فهي تطلع إلى المثانة. فتخيلوا أن أنت تحبسون البول. البول هو المثانة تشري لها حد معين أن هي تستقبل الكمية هذه من البول. لما أنتم تمسكون شنو يصير أول شيء من كثر ما تركيز الأملاح عالي، الأملاح اللي هي موجودة بالمثانة أو نقول البول، إذا تمت فترة طويلة بالمثانة راح تسوي تقرحات في جدار المثانة. ثاني شيء إن هي راح تكون وسط وايد حلو ومناسب حق البكتيريا. ثالث شغلة، راح تتكون الحصوات. الحصوات هي أساسا شنو؟ الحصوات هي عبارة عن تجمع أملاح أو كالسيوم حسب كل حصوات مكانها وين ونوعها وين. لكن حصوات الكلى هي عبارة عن حصوات. لو بنتكلم عن الحصوات ما راح نخلص. المهم راح تتكون الحصوات، راح يصير التهاب، راح يصير تقرحات. ممكن هذه التقرحات في جدار المثانة أو تكون الحصوات بالمثانة أو الحالب، ممكن هي تسبب الهيماتوريا اللي هو بول مع دم. يعني تشوفون وانتم تبولون أسكم الله تشوفون بول دم. كلنا حسينا أنا والله المثانة امتلأت خلاص، لازم الحين روح الحمام. لا خلاص ما راح. فلازم والله العظيم يعني أنا وحدة حالي من حالكم نفس الشيء. وجد جد يعني لو أنا ما تأذيت من هذا الشيء، ولو هذا الشيء عادي كان أنا ما تكلمت فيه، بس جد هذا شيء غير عادي. ولو بنتكلم بعد عن الالتهابات المسالك البولية وما راح نخلص. لا تستهينون في هذا الشيء وكثروا شرب ماي. الماي مهم مهم مهم. في اليوم عندي شخص كتب لي بالكومنتس، دكتورة خلود تكلمينا عن السلس البولي، احنا نقوله اليورين انكونتيننس. شنو معناته؟ معناته ان الشخص يحس انه هو فجأة يحس انه هو يبي يروح الحمام، وهو رايح الحمام ما يقدر يمسك نفسه. يا انه يكون ينقط في البول، او انه يكون بول عدل على يعني ما يلحق يروح الحمام، مع انه تو حاس بالشيء، يعني تو حاس ان مثانته امتلأت بس مو قادر انه هو يمسك نفسه. هذا الشيء وارد. منو اللي يصيبه هذا الشيء؟ اللي عندهم التهابات. علاش اقول لكم لا تمسكون البول؟ لان هذا يسوي يورين انكونتيننس، التهابات البوليه. المراه الحامل هم يصير لها هذا الشيء من الثقل، فيضغط على المثانه.
ثالث شيء هي ضعف عضلات الحوض. في تمارين معينة حق اللي يعانون من اليورين انكونتيننس، في تمارين معينة يسوونها لتقوية عضلات الحوض. شنو علاج اليورين انكونتيننس؟ اما يكون أدوية، اما يكون الرياضة اللي قلت لكم عنها، رياضة تقوية عضلات الحوض، او نشوف شنو السبب نعالجه. اذا كان في التهاب نعالج الالتهاب، اذا المرأة حامل ما راح تسوون شيء، لان ان شاء الله بعد الحمل راح يروح هذا الشيء. في عندكم بعد مرضى الام اس اللي هم مرضى اللي هم المالتي سكليروزز، مرضى الام اس احنا بعد نقوله بالعامي، مرضى الام اس هم عندهم اليورين انكونتيننس. هذا الشيء خاص في الاعصاب، هم الاعصاب لها دور ان هي ممكن تسوي يورين انكونتيننس. مرضى الام اس اللي هم مرضى التصلب العصبي، تمام. زين، الحين نيجي نتكلم عن اعراض الالتهابات، او شلون اعرف ان انا عندي التهابات في المسالك الدمويه. اول شيء نتكلم عن شكوى المريض، شكوى المريض ان هو يشتكي من حرقان في البول، يشتكي من التبول، اللي تكلمت عنه اليورين انكونتيننس، يشتكي من الم اسفل البطن. ممكن هذا الم اسفل البطن ممكن يسمع الالم لاسفل الظهر، ممكن تصيبه ارتفاع في درجة الحرارة، ممكن يصير فيه دم في البول، افرازات. غير الافرازات هم بعد حكة، والحكة دائما واضحة وصريحة عند الاطفال. انا اقول لكم ليش عند الاطفال، الاطفال دائما لما يدخلون اسكم الله الحمام بروحهم ما يغسلون نفسهم عدل، او ما يمسحون الماي من نفسهم من الماي عدل، فهذا يكون الله يعني يكون مكان رطب وظلمه احلى مكان حق الفطريات والبكتيريا تعيش عيشه صح وتكبر وتتكاثر. فديروا بالكم اي احد يدخل اسكم الله الحمام يمسح بطريقه صحيحه عدل، يعني لا تخلون المكان رطب لأنه وسط مناسب حق الجراثيم. فعلى طول تلاقون أطفال يحكون شنو فيها؟ ليش بنتك تحك؟ أبوي نزلي إيدك هيم قدام الناس. إيه بنتك فيها التهاب لأن هي تدخل أسكم الله الحمام بروحها، وأنتي ما علمتيها شلون تغسل العدل وشلون تمسح عدل. ديروا بالكم، انتبهوا، ترى كثرة الالتهابات مو زينة. والشيء اللي انا تكلمت عنه ان احنا ناخذ مسحة من الافرازات، ليش انا قلت لكم كذي؟ ونعطي مضاد على حسب البكتيريا اللي موجودة او اللي عايشة بالافرازات، لان ما يصير تاخذون مضاد حيوي على كيفكم. في كل مضاد خاص حق شيء معين، في وايد مضادات حق الجهاز البولي، في وايد مضادات حق الجهاز الهضمي، وايد مضادات حق الجهاز التنفسي. كل مضاد اكيد وايد ناس من متابعيني حسوا ان والله كنا في التهاب مضاد. زين، شنو المضاد اللي قاعد تاخذونه؟ فديروا بالكم على نفسكم وانتبهوا، مو كل شوي تاخذون مضاد. وإذا دخلتوا أسكم الله الحمام تأكدوا أن المكان نظيف، تأكدوا أن أنتوا وسلتوا عدل، أن أنتوا مسحتوا عدل. أوكي، يوم أخذوا أنا يلا خلوا روح أكمل.